السلام عليكم وحو الله سبحانه وتعالى الدومديس مؤمنين تأه أبلن قادي بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين جنة بل عيدو لأجي هاي السماوات كأيو للك أولو دياريي انتي متقين تأه إيه الله سبحانه وتعالى كبقدي وحي أهل الجنة جنة دحدة إذا أغنم عيسان دونان جنة قرح ديدا وحينا كفرح دونان أو كرا حيسان دونان وناجيدا وحينا الله سبحانه وتعالى نحريستي سهوس هرسان دونان جنة هركيدا وحينا جنة دحدة إذا كهلي دونان وحوال باو نفتو دو أي جعلاتو إيو وحوال باو إن لهو أي كو إلقبو سادان وحينا تواب كاس إيو أبال مرين تاس كهلين الله سبحانه وتعالى نحريستي سا إيو وحي أي هور مرسدين أو أعمال وناكسان أه أي الدنيا دا كسو شاقايستين إيو سيدو كاله إلا لنتي أي إلا ليين مسؤوليات دودا إيو وحيابه لوحل ساري إيو قدشدي أي قدتين عبادوين كودا إيو ريبتو مدي أي كرريبتو مين وحو الله سبحانه وتعالى كرريبي بل سسيدي أي وقتiga لو دريمي دونا جنة دحديدا جنة دحديدا نما كجرتا هبين إيو مالين سؤالهاس إيو كو كالي أو أهد أفربادن أيان دونينا إن أنكو أغا نمو قالكن قديهيسا فضلا نلصعو إلا إيو لماتكا بل سكهور إنتا آنن قدقلين فضلا ها إلو بن مو قالك إنات لايك سارتو سيو أغارو أصحاب كالي أو أهد أفربادن سيدو كالي حدي أد نغو عصب تهي ها إلو بن جنة الكائنات سبسكرايب سارتو سي أدينو دير رجلسو غنباليل كنفورو سي أي كوسو غاران موقال لدي نحيغا نعموين كأو ألا سبحانه وتعالى جنة دحديدا أدو مديس أو قد دياريي ما أهان كوو أن سوكو بكرنو أما أن سفين كرنو وحان ألا سبحانه وتعالى ويدي سنينا إنو إنا غمد لغو جنة أهل كيدا فقد أعد الله جل جلاله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحو الله سبحانه وتعالى جنة دحدي ذا أدو مديس أو قد دياريي وحين له أيسا هري أركن أو دقوهنا أيسا ولغو ذا هري مقلن أو حتى قفك بني آدم كأه قلب جيسا آنا ولغيسا كسو دعين جنوين كبل عودنا وحو لأكان دونا سماوات كأيو للالكا وحين الجند ككوبان تهي وحوال بأو معان إيو وحوال بأو وناكسان أو كمد أه خلقيق الله سبحانه وتعالى كواسو إسوغ جيرا أشكال إيو نوعيو إيو راشين إيو عبتان إيو لبس إيو عنتو إيو قوري أما مسكن إيو وحي لمد أه وحي أهل الجنه إيوغو جغل سنة يكوفا فليسان دونان سريرو ووين أولو قدياريي قصريو هوستو دا أي وبيال مران بحدو دا جنة دحدي دانا وحا دحمرا أما كجرا وبيال إيو إلو كسو برقنايا جنة الفردوس الأعلى وحانا سو أروري قار كمد أه وبياشاس مقعيا دو دا سيدا وبيغا ليراه دو نهر الكوثر أوكالي وبيغا سو أه وبيكو يالا جنة دحدي دا أولا سيي رسول كينا محمد عليه الصلاة والسلام مسلمين تأيانا وبيغان كعبدون تا مناسبة دوين إيمالين تقيامها نبيغ صلى الله عليه وسلم أيا مسلمين تقعانتي سأغا ورابين دونا ورابين تاسو قداشي دا أيسان ولغو دا أومي دونين أما ولغو دا دنبي أيسان أون دريمي دونين نبيغ صلى الله عليه وسلم أيانا وبيغان إنوصفي وحو نبيغ صلى الله عليه وسلم وبيغان بيه سإنوغ سفي إن أيهين أشد بياضا من الثلج كووك عدام بدن برفكا وأحلى من العسل وصدوك لكم معام بدن ملبكا وأوانيه من ذهب وفضة ويلشي سنواكوك سميسا ذهب يفضة يوجر نبيه صلى الله عليه وسلم وحا أقوين أما النعمة أقوين إيه أهل الجنة لسين دوننا وحين قندون تا النظر إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى أما إن أي أركان ربنا سبحانه وتعالى وحونا ألا سبحانه وتعالى أرنكاس كم جعابي الزيادة وحو ألير سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كوا ألا سبحانه وتعالى رميي عمل وناكسن سميي وحو ألا فري فرطومي وحو كريبين كريبتومي وحي لهان دونان جنو يوليب زيادة زيادة وحي علمدو كشيغين إن أي تهي أركتدا ألا سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك الحسنى والزيادة سيدوك لوحو يرنبي جينا صلى الله عليه وسلم
إذا دخل أهل الجنة الجنة مركي أهل الجنة أي قلان جنة دودا يقول الله تبارك وتعالى وحو الله سبحانه وتعالى كؤران دونا تريدون شيئا أزيدكم مدونيسان إن أن وحيدين زياديو فيقولون مركاس بي أهل الجنة إيغو يابا وحيده دونا ألم تبيض وجوهنا إله يوم يادا وجيدين إنو عدين ألم تدخلنا الجنة إله يوم يادا جنة ذا إن قلن وتنجينا من النار إله يوم يادا إن قبض بادن النار تا من عمو إن تسكبضا وأد إنو زيادين إيسا أيات جرتا فيكشف الحجاب مركاس بو الله سبحانه وتعالى حجاب كإسك أمداها إسك الربي دونا فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم مجرته وح أهل الجنة لسيي أو أي أوجع البذيهين أركتد ربي قوذ سبحانه وتعالى وفي رواية وزاد ثم تلا هذه الآية رواية كلنا وحي كد ليس النبي صلى الله عليه وسلم انت اسكدب اخريي آيات دان او للذين احسنوا الحسنى وزيادة اركتدا الله سبحانه وتعالى وهدفك اوجود دنبيا اما يولك اوجود دنبيا نعموين كمالين كقيامها اما نعموين كآخرادا وانا الدرجو لقفان او آد اسر ريسا او كمد درجوين كاما نعموين كاو الله سبحانه وتعالى سين دونا الدوم مديسا لما نعموينك أو الله سبحانه وتعالى بحيوك ولغفانه بل سأل الله سبحانه وتعالى أي نعموينك ساقار بقارك كالكفض لي أما كسر مريي نعمد أقوين أو الله سبحانه وتعالى أهل الجنة سين دوننا وإن أستسي دونه أو أي أركي دونان الله سبحانه وتعالى سيدوك لنعموينك أقوين أو الله سبحانه وتعالى أهل الجنة سين دون وحاكمد إنه الله سبحانه وتعالى كرر لنا قم دونه ولي قوذ دنبئ سنكعرون دون سبحانه وتعالى الإمام ابن تيمية رحمه الله وحشيقي إن أهل الجنة أي ككل دونان دونان أركتد أي أركي دونان ربي قوذ سبحانه وتعالى فمنهم من يرى الله جل جلاله يوميا أهل الجنة وحاكمد نقن دون قار سما لله أركي دون ربي قوذ سبحانه وتعالى ومنهم من يراه في الأسبوع مرة سيدوك لأهل الجنة وحاكم ابن قندونة قار أسبوعي بمر أركي دون ربي قودا ومنهم من يراه في الأعياد فقط وحاك لو أهل الجنة كم ابن قندونة قار حلية عيدها أو كلية أركي دون سبحانه وتعالى والجنة ليس فيها أيام ولا ليالي ولا شمس ولا قمر جنة لحدادنا مالين إيهبين إيقرح إيديح مدنك مجري دونو وهم في نور أبدا بل سوحي كجري دونان نور أما إفتين أبدي أه أو أنا دماد لهين أهل الجنة هنا وحي هبين كمالين كي أغقران دونان هوس أدقيد ده هوس لو أدقي دونو حجاب بده إيو حريد لحري دونو الباب بده إيو إسبدل ده كو إيمان دونا إفتين كأما نور كا وحينا مالينكي هبينك اوغاقران دونان حجاب بدا اولا رفعن دونو ايو الباب بدا اولا فوري دونو ايو افتينك او اسبدلي دونا سيدا كنتي مد تفسيرك طبري ايو قرطبي ايو غيرك ودمركي اي فسيريين قولك اللي سبحانه وتعالى ايه ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية آيادان او معنه دو ايهاي اهل الجنة وحي ارزاق دودا عوني دونان او هلي دونان ارورتي ايو فيتكي علمد وحي راهدين جنة دحدي ده هبين إيو مالين كمجرتو بلسي وحا كجري دونا أما وحا كجرا نور أبدي أه أو آنا لماد لهين وحين أهل الجنة هبين كإيو مالين كوكال قران دونا خوص بيقيد ده إيو كرو قادد لغو سمين دونا حجاب بدا إيو حريد إيو فريد لغو سمين دونا الباب بدا إيو إسبدل ده كو إيمان دونا إفتين كا سيدوك لأهل الجنة ومباهنان دونان إن وقتك أي حسابيان سيد أي أقباهيهين دتك كنو الدنيا دا محايا لي وحو ألا سبحانه وتعالى هبينك إيو مالينك إيو قرح دا إيو ديح بأو أبوري سي دتك الدنيا دا كنو نلشو دو أي أقود توستو أو أي كوكا لقرتان واختيادو دا إيو حلية دا عبادوينكو دا إيو معاملاتكو دا إيو نلشو دا بل سجلنا دا مركي لجوغو مجرت وحي أقباهيهين الرمهاس أو إذل فسبحان الله العظيم الذي خلق كل شيء وخلق الجنان اللهم اجعلنا من أهل الجنة
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا وفقنا لكل ما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ورضنا عنك وعن قضائك وقدرك، وقنعنا بما رزقتنا وزدنا. ربنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشينا شرفت له، فضلا هايلو بنا موقال كإنات لايك سارتان سي او اوغارو أصحاب كالي او آد وفربادن. هدي ولي آدن سبسكرايب سارنين، فضلا هايلو بن جنل كإنات سبسكرايب سارتو سي آد إنو دي رجل السو. جنبالي لكنا فرو سي أيكوسو غاران موقال لدي نحيقا.